عسلم الناس الكل. اليوم باش نحكي لكم على كتاب هايل برشا كالعادة، بالحق هايل برشا باللغة العربية، اسمه وجه الله ألفة يوسف. فريمون كتاب روعة، وننصحه سيغتو للناس اللي هكا تعبين شوية في حياتهم، ولا عندهم أزمة نفسية، ولا مثلا احنا ننسى أزمة الأربعين، ولا أزمة الخمسين، ولا أزمة الستين، اللي تخدم وما عادش انه تخوف لو سونس دو سون ترافاي، اللي عندها مشاكل في الدنيا، ولا عندها مرض، ولا هي ولا عائلتها، و elle ne comprend pas la logique derrière cette souffrance ولا cette maladie. زاد اللي ماذا بيه يصلي وماذا بيه الذكر وكذا، اما مش منجم يركز ومش فاهم اكوا سا سير. دونك وسعوا بالكم معايا، سا سخا بوتيتر ان بو لون، خاطر كتاب ياسر طيارة. أنا بصراحة جاي بين يدي في وقت زاد حرج شوية، أنا بيدي وقتها معناها تعبة نفسانية، جاتني كيما صدمة كيما نقولوا هكا، من في خدمة معناها معينة. جاي قدامي الكتاب هذا، قريته ممكن في ظرف جمعة، كل يوم نقرأ شوية، خاطر هام برشا. راه ملاحظة لهنا، هام برشا الكتاب تقرأ شوية شوية، خاطر سينو كيما الماكلة، ريت كي تاكل فيسع فيسع الحاجة تنجم ما تهضمهاش مليح، وتقعد هكا على قلبك ما تهضمهاش. دونك في الكتاب ما تفهموش وما تستوعبش كوم الفول المعاني اللي فيه. حتى كان انت تحب تقرا غابيدمون، برا اقرا اون بروميير فوا غابيدمون، وبعد ارجع اقرا بشوي بشوي. يلزم تولي لا ليكتور فريمون ان ريتوال دو في، اي سي كوم سا كو لا ليكتور بو دوفونير ثيرابوتيك. معناها خير لك من اللي تمشي تحكي لاصحابك ولامك والاخواتك والكذا، خاطر هما مش يلقاو لك حل. وبدات خير من اللي تمشي معناها للبسيكياتر، اللي انت تقعد تحكي جون دي باك سي موفي دالي فوغ ان بسيكياتر با دو تو، مي سوفون الناس تمشي على اساس اعطيني دواء اعطيني حل لحياتي. للبسيكياتر للكوتش لحد حد عنده حل لحياتك، فهمت؟ سورتو كو هذه الامور داخليه، لا دولور بسيكولوجيك مي فيزيك اوسي اي تري سوبجيكتيف. ما يفهمك حد كان ربي سبحانه اللي هو قالك أقرب إليه من حبل الوريد. دونك الكتاب هذايا بالحق معناه كأنك باش تمشي لطبيب يقولك ربع ساعة كل نهار، كيما تاخذ حربوشة مثلا دوليبران في الليل باش تنحي لك وجعة الظهر ولا حاجة باش ترقد مليح. أنا والله العظيم أنا بالنسبة لي نقولك أعمل ربع ساعة من الكتاب هذايا وجه الله في عوض الحربوشة هذيك، كيما معناها il va jouer le rôle d'un médicament à large spectre. فهمت؟ ينحي لك الوجيعة والتعب النفساني والإحباط وش تحب انتي، وبار كونسيكون ينحي لك زادة الوجيعة البدنية، خاطر هي الوجيعة البدنية راهو 90% منها سي بسيكوسوماتيك. فهمت؟ سورتو لي دولور كرونيك، وجعة الظهر لازم، وجعة الراس عند النساء، الفاتيك دايوغ، حتى الفاتيك قلت عندها اسم راهو فيبرو ميالجي تتسمى، معناتها سي روكونو كوم الفاتيك جينيراليزي هكا، ويديك تبدا تسطر وتنمل، فهمت؟ عندها اسم فيبرو ميالجي، لكن قالك مش لاقيين كيفاش ولا شنو الدواء بالضبط. علاش؟ خاطر إليا أن أنسومبل دو فاكتور، والبدن ماهوش هكا جوست دي زورغان مركبين على بعضهم كي الروبو لازمهم يخدموا، نو. البدن فيه لو كور فيزيك، لو كور انرجيتيك اللي هي الطاقه اللي في وسطك، لو كور مونتال انت مخك كيفاش يخدم، لو كور ايموشنيل ولا ايكارتولي يسميه لو كور دو سوفرانس، اكل حاجاتك اللي مركبين على ظهرك كيما الساكادو، فيه برشا دي سوفرانس، برشا دي سوفرانس، ولا غالب معناتها لازمك تتعامل معاهم في الحياه. دونك تقديم باش فريمون نقنعك تاخذ وقتك، خذ وقتك، فهمت؟ خذ وقتك، خذ قرار، امشي شوفوا الكتاب انت في مكتبه، اتصفح شويه، ها باش نقرا لكم انا كلكو باساج. خذوا حطوا على التابل دو نوي نتاعك، انا ننصحك اقرا في الليل قبل ما ترقد، خاطر من بعد يلفا اجير دون تون سيرفو. اقرا كل يوم بالوقت، ريت انت مثلا ترقد ل 11، كان انت ترقد ل 11 يا سيدي شد الفرش ل 11 غير 4، بهيش هكا. ل 11 غير 4 اقعد في الفرش. معون ما تغسلش مش لازم، انت اهم المعون. والله مره الاخرى نحكي مع صاحبتي هكيك قالت لي تعلمت ما عادش ديما نغسل المعون، مش اهم مني المعون. قلت لها برافو عليك، قلت لها تعرفي انا قعدت سنين باش ما فهمت الموضوع هذا، قعدت سنين وانا المعون يحكم فيا. والله شنو يحكم فيا هكيك، مخي بروغرامي، فهمت؟ سورتو احنا لي بروف راهو عندنا ياسر البروغراماسيون هذه، من هي ما نقعد الا ما نغسل المعون ونركح وكل شيء، وبعد نقعد انا تعبه وظهري يوجع،
est-ce que c'est intelligent? C'est pas intelligent. D'ailleurs, fais-moi برشا كتب تو قاعدين خارجين على الموضوع هذايا لو ميناج انتيليجون قالك. C'est-à-dire que ton intérieur doit être à ton service. مش انت tu es au service de ton intérieur ولا de ta cuisine. C'est vraiment très subtil. اما ينجم بالحق يحقق لك ثورة في حياتك فهمت؟ تتعلم كونك لي تاش ميناجير اللي لاهي بهم النساء اون جينيرال تتحكم فيهم انت بطريقه ذكيه. علاش؟ على خاطر صحتك ظهرك البيانات نتاعك قبل كل شيء فهمت. مش انت تعمل تنظم الدنيا الكل وتقعد ديما ظهرك يوجع ولا تبدا ستريسي خاطر ما عنديش وقت باش نعمل اللي نحب ما عنديش وقت باش نعمل كذا. لا نظم روحك نظم امورك باش على الاقل على الاقل كيما قلت لك قبل بربع ساعه قبل بنص ساعه شد فرشك مثلا كان انت ما تحب تقرا في بيت النوم ولا كان عندك بلاصه اخرى باش تقرا فيها يلفو ميو بلاصه كالم فهمت كالم وصغار رقدوا ولا كان ما رقدوش قول لهم توا سيي انا راني اوف نزلت على البوطون اوف ريت في التليفون ما فما اوف وانا قول لهم توا ماما اوف مانيش لهنا حتى كان اورجونس اورجونس ميساج استنوني ربع ساعه هاتو نرجع اون اكتيفيتي اما توا انا اوف لازمك تاخذ القرار ذا. دونك هذا الكل تقديم اما هام برشا خاطر انا نجم نحكي لك على الكتاب تقولها ولا تحفون اما ما تقراش. انا نحبك تقراه نحبك تقراه ونحبك تقراه كل يوم شويه. علاش؟ باش ياثر فيك باش يعطيك مفعول دواء. هاي سيدي وجه الله تقديم. ما هذا الكتاب؟ ملول بالكل معناتها ولفا يوسف تقول لك راهو هذا كتاب لا صله له بالفقه والاحكام والتاريخ خاطر انت تقرا هكا كتاب وجه الله وكذا تقول هذه امور نتاع دين لا علاقه له عن الحلال والحرام والواجب قالت لك مش باش نحكي لك انا على الفقه والاحكام والتاريخ. قالت لك هذا الكتاب نتاج تجربه روحانيه اون اكسبيريونس سبيريتوييل نسبيه لا شك معناتها هي قالت لك انا تجربتي انا فهمت. وقالت لك لاحظ معايا لاحظ معايا جل الاديان والطرائق الروحانيه لي سبيريتواليتي ا ترافير لو موند وكل المعتقدات التي تستند الى الايمان راهي تمن بحاجه اسمها الله او الرب او القوه. وان كانت ولا واذا كانت اللغه تخطئ تمثيل كل ما تحيل عليه معناها اللغه راهي سي تام مويان بور كاليفي كلكو شوز فهمت. دونك لا لونغ اي تري سوبجيكتيف اي تري ريلاتيف او كونتكست فهمت. دونك قالت لك كلكو سوا المعتقدات كلكو سوا البلاصة ولا الثقافات ولا الشعوب في الاخر ديما عندنا مفهوم الاله ومفهوم القوة هذه الكبرى لو ديسان انتيليجون يقولوا له فهمت لو ديسان انتيليجون ديغيغ لونيفير ديغ لا كرياسيون لتر هومان لو سونس دو لا في دو لتر هومان اكسيتيرا. لماذا هذا الكتاب؟ انا نقرا لك راه لماذا هذا الكتاب؟ قالت لك يبحث الناس في حياتهم عن المال والشهرة والنجاح والحب وسواها. دايوغ برشا فلاسفه راهو معناتها اغلبيه الفلاسفه ينطلقوا من الموضوع هذا يقول لك لوم سي ان اتر كي ا توجور انفي دو بلوس توجور انفي دو بلوس فهمت. فما ناس في حكايه الحب الى توجور انفي دو بلوس فهمت انفي دو بلوس سورتو مثلا الرجال اللي ديما يحب يبدل النساء خاطر ديما الى توجور انفي دو بلوس. الفلوس اغلبيه الناس البروغراماسيون تاعهم جات في الفلوس toujours envie de d'ailleurs en ayant lié 99% من العباد مبرمجين على نخدم اكثر ندخل اكثر فلوس تري سامبل حتى كي تسمعهم يحكيوا ايش عملت كذا شنو الهدف من حياتهم قداش من نجم يخدم اكثر باش يدخل فلوس اكثر باش يبني الدار الاولى باش يبني فوق هاد ايتاج باش ليتاج هذاك يكريه باش يحط فلوس على جنب باش يبعث اولاده يقراو في الخارج بزنس موديل معناتها الناس حياتهم بزنس موديل فهمت. قالت لك هالبحث ذا عن كسوة على الحب ولا الفلوس ولا الشهرة أي حاجة في الأخر nous sommes tous à la recherche de plus. La recherche de plus c'est probablement ce qui différencie l'être humain de l'animal et c'est ce qui fait peut-être ce souffle divin dans l'être humain. فهمت اللي هو c'est une recherche de plus dans l'absolu اللي تحب توصل plus de bonheur ولا plus de une expérience plus intense de la vie que ce soit à travers l'argent qui m'a qu'on a l'amour la sexualité les jeux le sport يعني كل حد تلقاه مرمي في حاجه معينه مركز فيها حياته
à la recherche de plus. Plus شنو؟ تحقيق سعادة أكثر وهروب من العذاب. عندك الإنسان معناتها فما دو بول، حياته الكل مركزة في الموضوع هذا، ماذا بيا نمشي أكثر أكثر سعادة باش كما قلت لكم ناس بالفلوس ناس بالقراية، نحب أكثر ديبلومات ويبدأ فرحان ياسر اللي هو قرا وجاب دي ديبلوم، سي سا غوشيرش دو بلوس، فهمت؟ ويهرب من العذاب ويتجنب العذاب، فهمت؟ باقي في التقديم قالت لي ماذا هذا الكتاب. دونك قالت لك توا انا معناها هاش نفسر لك، انت راك فيك الغوشيرش هذيك راك في الاخر، في الاخر تبحث عن وجه الله، فهمت؟ اما ممكن ماكش واعي ولا ماكش فاهم الموضوع، وتبعني هاش نفسر لك. الكتاب فيه دونك ثلاثه ابواب للبحث عن وجه الله، اللي هما بريفمون باب العمل. العمل راه مش تمشي تخدم ماذا بيك تمشي روتار وعارفك ما يفيقش بيك وتخرج قبل الخدمه بدرج وتخدم على قد فلوسهم وتبدا ماذا بيك كيفاش هكا تخدم مخك، سي انكونسيون والله مالوريزمون هو من اسباب التخلف. راه احنا مش احنا ما نحبش نعمم، اما برشا عباد يتعامل مع الخدمه افيك اون لوجيك اوتيليتاريست على الاخر، ماذا بيه ينقص المجهود اللي يعملوه ولا ينقص الخدمه، خاطر الخدمه سي تامال نيسيسير اون فادير. غالط راك على طول الخط، وخالط على طول الخط. انا باش نرجع تو نحكي لكم ديتاي، الخدمه سي سكي في لو سونس دو لا في هومان، فهمت؟ سي سكي في دايور سي انكور اون فوا لا ديفيرونس انتر لانيمال اي لوم. لانيمال il est programmé instinctivement pour chaque matin faire un certain travail شنو pour satisfaire ses besoins personnels. الحيوان اللي يمشي يصطاد يجيب الماكله ليه ولاولاده، ومن بعد كان لاحظت مثلا برشا دي دوكيومونتير نتاع لي زانيمو كي فيف دون لا جانغل لي سانج نوتامون، كيفاش لا جورني تري اورغانيزي، يمشي ويجيبوا الماكله كو سوا باش يجيبوا حاجات من الاشجار هذاك لي فيجيتاريان، ولا يمشي ويصطادوا ومن بعد يقعدوا ياكلوا، ومن بعد يباس لا توت لا جورني دون دي كالان دو فامي. معروفه ليماج نتاع القروده، يبداو الام والبو والصغار الكل اي سون طران دو فير دي كالان وينحيو الحشرات معناها اللي تحل في الحمام. اي سي فالابل بور تو الموند، القروده النموره الفيوله الكل، فهمت؟ معناتها حياته مقسومه بين لا غوشيرش دو لا نوريتور نيسيسير بور سورفيفر و اون اوتر نوريتور اون فادير احنا نسميوها بسيكولوجيك ولا ايموسيونيل، لكن هي الي فوندامونتال ميم بور لو كور فيزيك. خاطر لازمك تفهم اللي هما كيف يقعدوا مع بعضهم اون فامي ويعملوا دي كالان وكل، لوغ اورغانيزم فابريك دي هرمون دو لا ديتونت دو بيان اتر. وين علاش حليت القوس هذا باش نحكي عليه؟ خاطر سبحان الله البشر قد ما هو ذكي ويصنع سمارت فون ويصنع صاروخ يطلع للقمره، ماهوش يعمل في الشيء هذا. Il ne consacre pas suffisamment de temps au bien-être. Le bien-être, c'est pas un luxe, ra. C'est pas un luxe, فهمت؟ أنت تبدا تلمون غاطس في تعمل أكثر فلوس، في تعمل أكثر كذا، أكثر كذا، وتنسى أون لوا فوندامونتال دو روبو ولا دو لا كرياسيون كو تو إي، اللي هي طون بيان-être physiologique qui est nécessaire pour le fonctionnement de la voiture du corps, on va dire. Donc, ahna fi mojtama hadha moderne, la société post-industrielle, on a une représentation du travail très utilitaire et très liée à la révolution industrielle. C'est-à-dire que avant la révolution industrielle, bien sûr, c'est très complexe, fama farq ma bin nes li tatoulad talqa rouha fi fami noble, anda l'aradi, donc ma yakhdmouch, fama nes ma yakhdmouch ra, fham, ma yakhdmouch, yqadou fi d'dar, yomchtou, yqadou, wala بالنسبه للرجال يمشيو يصطادو ويمشيو يعملو des activités de loisir, ou nes bien sûr la classe travailleuse, 80% peut-être des gens qui sont en train de travailler pour la classe riche. Évidemment, on peut pas faire l'impasse sur ça. Lekin de façon générale, قبل الثورة الصناعية الناس كانت تخدم دو فاسون ناتوريل اي سلون لو ريتم دو ليتر هومان، وما كانش فما حاجة كانت تلاحظ معايا اسمها مثلا نهار لحد ما نخدموش ولا فاكونس ما نخدموش، ودونك جات الثقافة الكل متاع لي فاكونس بدات في الخارج بيان سور متاع الناس اللي تبدا تخدم 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 كي المهبلة كي الروبوات على طول عام 12 باش تستناك الجمعة كالعشرة ايامك اللي كان خلات جمعتين ولا شهر فاكونس في الصيف باش تمشي تعمل فاكونس تعمل ديفولمون تتفرهد
وشنو وترجع تخدم كي الروبو كل يوم 8 ل 6 العام 12 ترتاح كان نهار لحد خاطر سينو الماكينه تعدم كان انت ما ترتاحش نهار لحد الماكينه تعدم سا سي اون كونسيبسيون اندستريال اوتيليتاريس دو ترافاي C'est pas le sens véritable, si vous voulez, du travail. Le travail est une nécessité pour l'être humain, pour l'organisme humain. Le bdan nta3na yelzem chwaya activité, chwaya repos. Chwaya activité, chwaya repos. Fahmt? Elli sar ba3d thawra sina3iya kawnou ansa le bdan nta3k w el mutatallabat nta3k w les lois naturelles de ton organisme khalihom ala jnab. Ija khdem li من 8 ل 6 كل يوم ما تروح كان كاو ما عادش تنجم تعمل حتى شيء وتلمو كاو لا تنجم تقرا كتاب لا تنجم تتلهي باولادك لا تنجم تعنقهم وتاخذهم في حضنك ابسط حاجه كما قلنا كما القروده والنموره والفيولا فهمت وتقعد هكاك ان اسكلاف العام 12 حتى لين نحن عليك انا ونعطيك جمعه فاكونس فو بيان بيان لا ونستغل الطاقه نتاعك الكل حتى لين يجي نهار ما عادش عندك طاقه نقول لك انت تور تريتيزي كاو تخرج للروتريت يزيك وشنو في الروتريت تولي ما عادش تخدم جمله جيت انت كنت تخدم كل يوم 8 ل 6 في الروتريت تولي ما عادش تخدم جمله سي تري فيولون بور ليتر هومان خاطر ريت في الموضوع هذا الكل سو ني با ليتر هومان كي او سنتر سي لانتيري ايكونوميك اون فادير اي كي اي دوفوني معناتها لا بريوريتي ابري لا ريفولوسيون اندستريال لا مانيير ناتوريل de travailler c'est de travailler tout le temps ما فماش حاجه اسمها توا انت عمرك 60 ولا 62 ما عادش تخدم تقعد في الدار على طول تعمل ديبرسيون ما يهمنيش فيك فماش حاجه داير هما الناس بعد ال 60 غادي وين عندهم اكثر اكسبيريونس دو في و سافوار و اكسبيرتيز ا بارتاجي فهمت دونك نورمالمون الانسان راهو كل يوم يخدم الاخر نهار في حياته اما يخدم tout en respectant les lois de son propre organisme فهمت معناها مش يخدم حاشاكم كي الحيوان لين نوصلو دمه وما عادش فيه حتى شيء نلوحوه كل يوم الانسان نورمالمون يخدم شويه يرتاح شويه يتلهى بروحه وبعائلته شويه ومش يقعد يخدم معناتها كي الروبو العام 12 حتى لين يستنى الفاكونس نتاع الجمعه هذيك ويبدا عام كامل يخدم باش يلم فلوس باش يصرفهم في الفاكونس سي اون لوجيك كومبليتمون اندستريال كونسوميريست اي بوركو جو راكونت سا باش تحل عينيك شويه فهمت باش تحاول بوتيتر يجيك ديكليك تفهم الموضوع هذايا وتخرج من اللوجيك هذايا لك النهار كي نحكي مع الصغار قالوا لي ماما شيخ الروتريت قلت لهم نو سان مو دي ريان انا حكيت روتريت نخش روتريت فهمت سان مو دي ريان انا مادام قادره باش نخدم ما عادش نقري في الفاك ما يقلقنيش نمشي نخدم حاجه اخرى جو كونتينيو دو فير دي فيديو جو بارل دي ليفر جو في دي فورماسيون الخدمه لو ترافاي سي لا سونتي قال الفرنساوي لو ترافاي سي لا سونتي فهمت لكن مش ان ترافاي سامحني في الكلمه ديسكلاف اللي يمسلك دمك كل يوم كل يوم كل يوم واللي يجي نهار يقول لك انت تو ريتريتي ما عادش عندك فالور اجوتي امشي شد دارك فهمت دونك انت تجي تقرا الكتاب هذا تقول العمل طريق الى الله العمل فعل الخير فعل الخير زاد مش العمل اللي تخدمه انت كانك تخدم كانك تقري كان تخدم في اداره كان تخدم فيش تحب انت فهمت العمل هذاك عباده فهمت اما الناس مش فهمتها اللي نحكي ليش مش عمل عباده الخدمه معناتها خدمه سي عمل نيسيسير لا سي با عمل نيسيسير الخدمه لازمك تبدل رؤيتك للخدمه وكان انت فريمون تخدم في خدمه اللي انت ما تحبهاش فريمون ما تحبهاش وبور توا سي تا مال اي با سي با نيسيسير بوركو نو با بونسي ا شانجي دو ترافاي فهمت بوركو نو با ريفليشير à une reconversion professionnelle pour faire quelque chose où tu retrouves ton épanouissement intérieur et où tu réalises ce chemin de rencontre avec Dieu et le travail au sens spirituel. L'amal, quand tu as dit l'amal, ah, faire le khir. Faire le khir, c'est pas une comptabilité. Exemple, nous prenons, par exemple, quelqu'un qui travaille, de la manière utilitariste, c'est-à-dire à la quête de flouse, c'est-à-dire qu'il y a
يفسع، فما خدمة امبورطانت ولا التعب مثل به ما يعملهاش. زميله سأله على حاجة وهو يعرفها اما ما يحبش يعطيه المعلومة باش هو ما يخسرش بلاصته والبوفوار نتاعو. اي توت لي استراتيجي مونتال، استراتيجي مونتال que nous mettons inconsciemment en place. علاش؟ باسكو نو بيرسيفون لو ترافاي كوم اون سوفرانس نيسيسير بور افوار دو كوا مانجي. فهمت؟ تصور انت واحد يمشي عادي نهارو في الخدمه بالطريقه هذيا، ومن بعد كيف يروح يقول انا ها باش نعمل الخير، ها باش نعطي دينار الواحد يطلبه. انت ماشي في بالك هكا ماني عملت الخير خاطرك عطيت دينار الواحد يطلب، الوغ كو انت نهار كامل 8 سوايع. Tu as raté 8 heures de possibilité de travail spirituel. فهمت؟ هذاك علاش قال لك العمل عباده. فهمت؟ ريتك الثمانية سوايع تعديهم في الخدمة الكلهم دي بوسيبيليتي دو ترافاي سبيريتويل اي دونك دو رونكونتر افيك ديو سي ان شومان ولا بتاتر لو شومان لو بلو كلاسيك لو بلو سامبل بور الي فير ديو. ما نطولش عليكم ياسر، يظهر لي نقص الفيديو ونرجع نكمل الكتاب اللي هو نجم نقعد نحكي عليه نهار كامل. انا قريته برشا مرات مش مرة برك. الباب الثاني باب الرضا، الرضا الصبر اللي هو موضوع كبير ياسر، معني خاطر الناس تبدا تشكي 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 بعد تقول الحمد لله وبر مش هكا الرضا. فهمت؟ والناس مش فاهمه تقول شنو هو الرضا، شنو خاطر تو واحد مريض، واحد عنده مشاكل، واحد ظلموه العباد، تقول لي الرضا كيفاش يا اخي؟ فهمت علاش؟ خاطر هذا جاي عن جهل منك انت، tu ne maîtrises pas toutes les données ولا toute la data. فهمت؟ وهذيك علاش ربي سبحانه معناها في الفقه الاسلامي كل عندك سوره الكهف لازمك تقراها ديما ديما، فماشي ما تفهم كونو il y a une logique divine derrière les choses. C'est vrai دوك تقرا سوره الكهف وكيفاش مشى هذاك الخضر معناتها مشى غرق الباتو قتل الطفل، حاجات معناها مش لوجيك حتى طرف، مش لوجيك. مش لوجيك شنو؟ selon la logique humaine. قال لك لي راه اقعد غادي، il y a la logique ديفين سوبيريور اللي انت سي فري ممكن ما تفهمهاش. اما باش تفهم الحياه لازمك تفهم اللي كما قال لك بلاطون راه tu ne peux pas appréhender la totalité de la réalité. دونك اكسبت qu'il y ait des paramètres que tu ne maîtrises pas, des informations que tu ne maîtrises pas. باش تفهم l'architecture globale de la vie et l'intelligence derrière les choses. اللي هو صعيب مش ساهل، نعرف صعيب ياسر. لكن ميساج تبعني فسر لك الكتاب وتقرا الكتاب وان شاء الله تفهم. اخر باب باب الذكر، او حاجه معناتها حاجه اكستراوردينير نحكيو عليها فيديو كامله. دوك نكمل نقرا لك شويه قبل ما نقص الفيديو هذيه. اشاره في ديبيو نتاع الكتاب باقي تكتب لك تقول لك اشاره وتحكي على روحها الفا يوسف، تقول لك ولدت كاتبه هذا المؤلف نانانا، لكن عمن نتحدث عندما نتكلم عن صاحبه هذا الكتاب. بديت معناتها تقرب لك في الفكره اللي تحب توصلها لك. فهمت؟ قلت لك عمال نتحدث الجسد الذي تضغط اصابعه على ازرار الكمبيوتر. لا، قلت لك لا، ليس الجسد الذي يكتب هذا الكلام. الكلمات تحيل على افكار متراسه معناها في مخي وكذا. الافكار هذه قلت لك هي متاعي، نعمل لك ريزومي. قلت لك لا، هي مش متاعي، مش متاعي. قلت لك الافكار هذه هي نتاج تجارب وحاجات انا قريتها وتعلمتها. بديت باش تفسر لك انت اللي انت راك ماكش انت، معناها ماكش انت تحب تخرجك من تضخم الانا نتاع انا نعمل انا نكتب انا جو في لي شوز. سي با توا كي في لي شوز، سي اون فورس كي تو ترافيرس اي كي في لي شوز. ساعات نقولها ساعات الحكايه لطلبه، فما واحد مره قال لي والله يعطيك الصحه وراني بارتي من الكتاب نسمكم لي فاك قريتها. قلتها والله تحفنا البارتي هذه كل باش. قلت خزر لي، قالت لي خي ماكش انت كتبتو خي نسيت كل باش. با وي اون فيت سوفون نرجع نقرا حاجات في الكتب اللي انا كتبتهم نقولها والله سي انتريسون سو تروك، والله حاجه هايله. على خاطر كي تكتب كتاب ولا تعمل اون اوفر ارتستيك كو لي ارتست كو لي صوروا لي تابلو ولا لي غران سيانتيفيك، سي ان تروك كي تو ترافيرس. دايور الناس الكل تقول لك شي هذا سا تو ترافيرس و بارفوا دون لا دولور. فهمت؟ كي تكتب كتاب سي راهو يبداو سا كول. مرة الأخرى ماما قرات الكتاب هذاك نو سوم كوم لي فاغ، قالت لي سون دو سيغي انت كتبتهم هذوك الجمل ولا تجيب فيهم من كتب أخرين ولا حاجة.
قلت لها نو سي موا مامون سا كول دون ما تيت سا كول دون ما تيت اي جو دو ايكريغ توت سويت سينو اوف سا سي فابور سي كوم اون فابور فيديو اخرى حكيت لكم على الانسان ان طونك اتر انرجيتيك كيما الماء ينجم يكون ماء وثلج وفابور اي سيت فابور Elle te traverse, les informations, les inspirations, ça te traverse. Adi ou le feuille se fera Je suis un stylo, quoi. Je suis. Et cette expression, je l'utilise tout le temps. Tu sais, je suis un stylo. Femmiche. Ouais, je suis un stylo. Là. Je ne fais qu'un stylo. Un stylo, c'est pas lui qui écrit le texte. Si, c'est lui qui écrit. Mais c'est pas lui qui écrit, c'est la main qui écrit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les êtres humains, tu es un stylo. Là. Tu es un stylo, mais un stylo doté d'une possibilité de devenir intelligent. Ou même avec un mafoum l'emen, il y a ta rabbi subhanahu wa ta'ala. Narja donc, comme on a dit l'introduction, on va voir cette vidéo. Besh man tawal sha'alik. Qatlek, inna la na'amel. إلا لوجه الله راه وبكلنا نحبوا على قدام عندنا كلمة محلاها في لغتنا نقول لك وجه ربي نخرج نمشي شوية نشوف وجه ربي فهمت قلت لك الله سبحانه مثل قصة تلك الملكة التي تبحث في كل مكان عن عقدها فإذا بها تكتشف بعد بحث مذن أن العقد حول جيدها وجه الله بمثابة العقد والعقد موجود في جيد الملكة منذ البدء المشكل ان الملكه نسيت او غفلت فهمت انا ديما ليكزامبل ذا ناخذو نمشي هكا نمشي نقري نبدا لابسه كليه هكا لداخل وبعد نخرج نقول لهم شفتوا محلاه الكليه للطلبه يقول لك شبيه هذه البروفا تحكي هكا نقول لهم مزيان ولا لا يقول لي ايه مزيان والله مزيان نعمل هكا نقول لهم توريت ما عادش تراو فيه نقول لك شبيه فاش تحكي نقول لهم كل واحد فيكم راهو عنده ان تري شو محلاه الكليه Très joli collier. Ah, mais il est encore caché. Il est encore caché. Tu ne l'as pas encore découvert. Et c'est ça le truc. Et c'est tout le sens de toutes les approches spirituelles. Là, tu as fait le monde extérieur. Tu as fait le monde extérieur. Tu as fait le monde extérieur. Donc, باقي في التقديم. من الوهم إلى الحقيقة في ختام البحث المذني قلت لك في آخر الطرق الثلاث هذوما تنكشف لنا الحقيقة شو محليها الجملة هذه قلت والحقيقة ما ينكشف هو أن هذه الحياة كلها ليست إلا حلما نفيق منه فجأة نكتشف أنه أنها حلم ثم يتوصل الحلم استرتاي الرفزات ولهنا نستحضر حديث أنا كي قريته ما فهمتوش بعد كي فهمتو كتبتو هكا على ورقة وخليتو على طول باش ديما نقراه ديما نفهم تعرف واش يقول الحديث ياسر طيارة ما هو مش معروف خاطر الناس ما تفهموش ياسر قال لك الناس نيام حديث نبوي راه حديث شريف الناس نيام وعند الموت يستيقظون الناس نيام وعند الموت يستيقظون دير parmi les chemins d'ouverture spirituelle, c'est d'observer ses propres rêves. Femme Borsha Ktob, مثلاً femme واحد فرنساوي قريت له مرة كتاب ياسر طيارة اسمه تيري ليوت. أتون نحط لكم الليان لوطا. قال لك سؤال نسألك ريت أنت كتبت تحلم في الليل ساعات أنت تقوم الصباح أصل ما تنجمش تقوم راسك هكا ما تنجمش تقوم تلمو بالحق تحس في روحك كنت عايش فك الموضوع متاع الحلم ذاك انا قديش مرة الصباح نقوم والله مرهجة ما نجمش حتى نركز ما نجمش حتى نخدم تلمو تحس روحك بالحق كنت غادي حتى لي سونساسيون فيزيك راه لي سونساسيون فيزيك معناها انت مثلا مسيت عبد ولا مسيت حاجة ولا كليت حاجة ولا شفت حاجة شفتها بوضوح كبير ياسر دونك شي يقولوا لك لي شيرشور سبيريتوال هذوما Peut-être que tu es dans un rêve aussi. Qu'est-ce que tu en sais? Il y a une petite bataille. Voilà la vie. Une petite bataille. T'arrives, il y a une petite bataille. Ou les michelets qu'elle a fait. D'ailleurs, quand je me suis dit que le cauchemar, qui fait fi, qu'est-ce que je me suis dit? Il y a une petite bataille. C'était pas vrai. Tellement.
il sentait que c'était vrai. Donc, le rêve, c'est quoi? C'est une création de ton cerveau. Le cerveau, il ne fonctionne pas par rapport à ce qui existe dans le réel. تتفكر لي انت حلمت كذا 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 الوغ كو انت في فرشك دوك منين ذا لي امبولسيون الكتريك دون طون سيرفو ابا كيس كي تو دي كو سو كو نوز ابلون لا رياليتي اوجوردي سي با ان اوتر نيفو دو ريف سورتو انت كي تسمع حديث كي من هكا الناس نيام وعند الموت يستيقظون وتعمل شويه ريشيرش انا عملت الحقيقه قعدت مده متبعته هذا تيغي ليوت خاطر يسر طياره معني الراجل ولا يبخون لابيتود كيقوم الصباح يكتب الاحلام نتاعو بطل معني بطل كل شيء والله يقوم الصباح يكتب شنو حلم ويحاول يعمل اناليز وعمل كتاب كامل على الموضوع هذا باش يفسر فهمت وقال لك دونك هذا يعاونك باش تفيق وباش تفهم اللي راهي الدنيا زاده سي تان نيفو دو غيف اون فادير واللي انت راك كيما حكيت لكم مره اخرى على السيموليشن ثيوري كان ما تعرفيش كتبها في الانترنت سيموليشن ثيوري نيك بوستروم سي ماتيماتيسيان كونو وهو او ميم طون نفس الموضوع اللي تقول لك فيه الديانات الكل بدون استثناء كوني الحياه هذه مش الحياه الحقيقيه الحياه الدنيا انت شنو مش الحياه الحقيقيه دي هنا عايشين ما لا قال لك مش هذه الحياه الحقيقيه ما يسالش نزيدو نقدمو في الكتاب باش نزيدو نفهمو تو لازمني اليوم نقص البارتي 1 نكمل بها ماذا بيا نكمل ثم بارتي في الكونكلوزيون ماذا بيا نقراها لكم باش نعطيكم ليكزامبل فاسيل واه مش مشكل دونك اخر حاجه معناها كيفاش البحث هذايا عن الله البحث عن الله الوغ كو انت تقعد تبحث تبحث الوغ كو هو كيما الكوليي اللي متخبي كيما قلت لك ورا المليول انت ما فقتش بيه لهنا نستحضر اخر حاجه جو تيرمين افيك سا سي تو بروميير فيديو دو ليفر وجه الله والفا يوسف Un conte zen, موجود في الاسبيريتواليتي اورينتال. Un conte zen, قالك دو بيبي دون لو فونتر دو لور مير. داكوردو؟ دو بيبي مازالو ما تولدوش، دو فيتوس دونك دون لو فونتر دو لور مير. يحكيو. Conte zen, فهمتش انت تفهم شوية. واحد قال لاخر قالو تو كخوا ا لا في ابخي لاكوشمون توا؟ قالو مي نو سي دي زيستوار سا نيكزيست با فهمت. هما ماشي في بالهم كي باش يخرجوا من التويو الضويق ابخي لاكوشمون. كيما احنا معناها نعريخ بعد عمر طويل وبكل فعل خير ان شاء الله باش نخرجوا من البدن اللي هو كي تويو الضويق فهمت قالوا tu crois à la vie après l'accouchement قالوا non mais c'est des histoires c'est n'importe quoi قالوا tu est-ce que tu connais quelqu'un qui est déjà revenu de la vie après l'accouchement عمركش بواحد رجع لنا احنا اللي نعيشوا في كرش امنا يحكينا على العالم الخارجي قالوا oui ils peuvent pas revenir قالوا n'importe quoi c'est des histoires dans ta tête قالوا tu crois en l'existence de maman كيما حنا نقولوا tu crois que Dieu existe قالوا mais non c'est n'importe quoi قالوا où est maman et tu la vois انت تاو احنا on vit ici معناها dans le noir فهمت قالوا tu crois en l'existence de maman قال non j'y crois pas قالوا mais si elle existe mais où elle est قالوا انت رافعها انت تاو ماما قالوا c'est tout ça قالوا on vit dans maman c'est tout ça maman n'importe quoi قالوا c'est des histoires tout ça يسر طيارة الكونت زين وانا نعمل هنا ليان مع تفسير قيتو في شين يوتيوب اسمها اسبريت 2.0 اكتب راه المعلومات اللي نقولهم لك باش نعطيك كوريوزيتي تمشي تشوف شين يوتيوب اسمها اسبريت 2.0 الراجل تكلم بالفرنسي اما يفسر مره يفسر القران مره يفسر حاجات في ليفانجيل مره يفسر حاجات في الكابال والكل يوريك اللي هو الكل يمشي في نفس الاتجاه عاد مثلا من الحاجات اللي قالك كلمه الرحمن الله الرحمن الرحيم الرحمن تنجم تكون زادة عبارة على رحم لوتيروس يعني رحم المرأة رحم كبير يعني ممكن احنا في الحياة هذه الكل عايشين في رحم كبير يوتيروس كبير متاع سكون ابيل ربي سبحانه رحم كبير هذايا واللي هو بوتيتر تشوفه شوية في جميع السيموليشن ثيوري والفيلم ماتريكس اللي يوريك اللي انت هكا موجود في عظمة بالار واللي tout ce que tu vois c'est pas réel c'est des trucs qui sont sur la face intérieure de la coque et c'est des impulsions dans ton cerveau tu es en train de jouer de faire une simulation
dans un monde virtuel, on va dire, mais avec une résolution très élevée. Oui, Jinar, qui me dit le hadith al-Nabawi, peut-être, qira à Charseyara, encore une fois, qui me dit le hadith al-Nabawi, Nesuniyem, ou عند الموت يستيقظون. Donc, première partie, merci d'avoir suivi. Partagez si vous aimez. Ou باش نعاود بطبيعة partie أخرى باش نزيد نتعمق في الكتاب اللي هو روعة. خير لك ملي تشرب الدواء خاطر ظهرك يوجع قبل ما ترقد. أقرأ ربع ساعة وجه الله ألف يوسف وتفكرني.